لبسير ضد اليوزباشي والحكم يخلي الاسبقي اللاعب النادر هذا شخص. اسكندر السويح ممتازه جدا بالتمريره ومفتاح وعادل اسحاق وزوز البطوله والكاس. ممتازه العمليه راس راس مفتاح وهدف التعادل. هدف التعادل سعادة الشفاقسي. ان شاء الله ديما كيك ان شاء الله ديما كيك. اسكندر السويح وممتازه الهدف الثاني. الهدف الثاني. الهدف الثاني لصالح النادي الرياضي الشفاقسي. تنفيذ من اسكندر الصويح ويبدو لي وان تتنفذ كرة الهدف دفاع الترجي الرياضي التونسي ويكون الهدف الاول. اسكندر صويح في عمليه هجوميه ومعه العلمي او جورج بيتار وضربه خطا لفايت النادي الصفاقسي. تتنفذ كوره في اتجاه القائم الثاني. ان شاء الله نكملوا كيك. باهي قال نجيب وذكرنا في ذكريات خالده. لا حلوه برشا. قال ذكريات هذه تعاد. لا حلوه حلوه برشا. وشويه وباهيه 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 ولكن تو ما عادش باهيه. هذه كرة هدف. كرة هدف ممتاز توغل السويح والإعادة. اسكندر السويح اسكندر السويح اسكندر السويح يراوغ يراوغ لاعب ثم يتبع فيه كمان يحاول يبعد يبعد يدخل ميزوري ويتحصل على مخالفة. سفيان الفقي يخرج من مناطق ضيقة ومحمد صالح مفتاح في هجوم معاكس والعملية تتواصل ويتمكن الترجي و مازال العملية تتواصل لصالح النادي الرياضي الشخصي رغم محاولة التدخل من الدفاع يتمكن اسكندر صويح من تحقيق الهدف الثالث لصالح النادي الرياضي الصفاقسي. توزيع الكرة وبالراس فرصة الهدف تضيع. وترجع من جديد لصالح النادي الصفاقسي عن طريق اللاعب اسكندر صويح. اسكندر صويح يتقدم ثم جحمولي يتب كوره جحمولي يتب كوره يمدها له يخرج الحارس زرق العيون يخرج الحارس وتستمر بالقائم الايسر. والمقابلات بين الترجي والنادي الرياضي الصفاقسي لا تدخل تحت حصر وفرصه التهديف الثانيه للنادي الرياضي الصفاقسي. والهدف الثاني يجي عن طريق Thank you.
سوايح 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 ويعدي الكره فوزي رويس سوايح نفس اللاعب باش يتولى التنفيذ امام الحمروني يرفع الكره سوايح والهدف اسكندر سوايح يطلب في الكره يوجهها له لفقي ياخذها اسكندر سوايح حاول المراوغه حافظ على كورته حافظ على كورته اسكندر سوايح يدخل منطقه ال 18 ويخرج كره والهدف والهدف لصالح النادي الرياضي الصفاقسي في 31 دقيقه لعب كان يطلب في الكره لفقي كانت كره في ساقيه وهو يطلب فيه يرفع بيديه وجه له الكره ياخذها مليح وشوف المراوغه اللي باش يعملها بالمدافع ويدور بالكره نتاعو يحافظ على الكره نتاعو ويدخل في المنطقه يدخل في المنطقه يدخل 18 متر يهز راسه يشوف زميله يعطيه الكره يقول له سجل وسفيان ساسي بالطبع يسجل مرولي عادل السلمي اسكندر سويح سويح ولا هدف الثاني اللي قريبه ممتازه جدا ممتازه جدا من اسكندر سويح كره عادل السلمي لاسكندر سويح مراوغه بالمدافع وتصويب قريب جدا عزيز اسكندر سويح اسكندر سويح مع طارق ثابت يتخلص منه يواصل عملية الهجوم يواصل عملية الهجوم ومعاه حد سفيان ساسي على اليسار سفيان ساسي واسكندر سويح ياخذ الكرة او طارق سالم طارق سالم يخرج كرة شكرا ترفيسي والهدف الاول لصالح النادي الرياضي الصفاقسي تهديف على ثم نتبع عملية ايضا من اسكندر سويح محاصر من ثلاثة عناصر من أبرز عناصر الترجي نبيل معلول محمد علي محجوبي ومنذر بواب ينجح في اختراق هذا الطوق ويمد كرة نحو رشيد بوعزيز على مستوى خط 10 أمتار ما يسجلش كما ينبغي أكبر الشباب في الفنيات وشباب في الأداء والكرة كادت أن تؤول إلى هدف وضربة الخطأ هي التي ستفتح الباب أمام النادي الصفاقسي لتحقيق الانتصار وهذا هو الهدف تنفيذ ضربة خطأ غير مباشرة بين دقدوق وصويح هذه فرحة لاعبي النادي الصفاقسي لكن النادي الصفاقسي كثف من عملياته الهجومية عماد شقرون سفيان الفقي اسكندر صويح في عملية خذوهات مع محمد صالح مفتاح والتصويب والهدف الثاني و22 دقيقة لعب النادي الصفاقسي اليوم قدم مباراة خاصة خلال الشوط الأول من طراز رفيع إعادة للهدف الثاني وتكامل الخطوط الثلاثة و تجاوب بين اسكندر صويح ومحمد صالح مفتاح رغم محاولة تدخل من بوغاني تبوا عملية خذوهات والتصويب بقوة فاجأ الحارس معز بن ثابت اسكندر صويح وهذه إعادة للهدف الثاني وخروج الحارس ما كانش موفق ثم نادي الصفاقسي بعد دقيقتين فقط يتمكن بوسط مرد جحمون كما شاهدوا من تحقيق الهدف الثالث 26 دقيقة لعب وثلاثة أهداف مقابل صفر لكفاية النادي الصفاقسي إعادة لعملية الهدف الثالث كرة من اسكندر صويح في العمق مراوغة وتحقيق الهدف الثالث الكرة لاسكندر صويح اسكندر صويح يبعد على نويرة يبعد على نويرة ويبعد على نويرة والحكم أعتقد الورقة الصفراء الثانية والورقة الحمراء واضحة واضحة من حكم نويرة اللي يتلقى الورقة الحمراء عملية انطلقت من الجهة اليسرى توغل الدفاع بوسط الصحراوي واللويسي والهافو والحكم يعلن عن ضربة جزاء لفاية النادي الرياضي الصفاقسي في الدقيقة 75 ينجح اسكندر صويح في تحويله إلى هدف رابع بطريقته المعهودة النادي الصفاقسي عن طريق اسكندر صويح اسكندر صويح يمر من اللاعب يمر من اللاعب ثاني ويمد كورة للجحمون وصويح يسجل بطريقته الخاصة رونق وإبداع وهدف من طراز رفيع عشر دقائق بعد الهدف الأول كانت كافية ليعيد السويح نفس السيناريو ويسجل الهدف الثاني هدف غاية في الروعة والجمال مرمى الحارس الصالحي والدفاع يتألق عملية أخرى من جانب النادي الصفاقسي طويلة في اتجاه اسكندر السويح اسكندر السويح حاول يبعد
حاول يبعد، حاول يبعد، والحكم يعني على المخالفة، مخالفة ثم ورقة صفراء في التنفيذ. اسكندر السويح على يسار الحارس شكري الواعر، ثم لوال وحمروني تترفع الكرة وشكري الواعر، تذكية ياسر من اسكندر السويح. لكن كما قلت النادي الرياضي الصفاقسي كان واثق في إمكانياته، ولو أنه اتبع طريقة دفاعية فإن رد فعله بعد قبول الهدف كان قوي وقوي جدا. وهكا تحرك الفنان اسكندر السويح وقاد الفرقة الصفاقسية برونق خاص. وهذه هي بداية الهدف، عملية الهدف. محمد صالح مفتاح يراوغ، توزيع ذكية، واسكندر السويح يحقق الهدف الأول. بل النادي الصفاقسي كان يستغل الكرات المرتدة على غرار ما شاهدناه الآن، ونفذ هجمات معاكسة شكلت خطورة كبيرة واللحظة منيح، ومصدرها كان اسكندر السويح. العملية الأولى تسديدة قوية، وشكلت العملية اللي قادها اسكندر السويح في دقيقة 21 أبرز مثال على تفنن أبناء المدرب باولو في إهدار هذه الفرص، ولكم الحكم على ذلك. هو تسديدة ذكية وهدف ثالث. ثم تأتي عملية العرقلة، كرة من هادي الأجدل واسكندر السويح وجه لوجه، والحارس يتداخل بطريقة غير شرعية، ضربة الجزاء ينفذها اسكندر السويح، وهذه إعادة للمخالفة. كما شاهدوا ما مشاش الكرة، عرقل اللاعب، وتنفيذ ضربة الجزاء كان بأسلوب خاص لإسكندر السويح. شكري ترابلسي واسكندر السويح راوغة الهادي برخيصة، والعملية تقول لا تمس. النادي الصفاقسي خاصة في وسط الميدان كان أكثر قوة وأكثر حضور. شوفوا هنا اسكندر السويح يجسم هذه السيطرة النسبية اللي فرضها النادي الصفاقسي خاصة في وسط الميدان. وحوار بين البوهالي سامي ترابلسي يقول لصالح النادي الصفاقسي اسكندر السويح. اسكندر السويح مراوغة طيبة ويواصل، ممتاز، محافظ على الكرة. تنفيذ ضربة الجزاء من اسكندر السويح كان ناجح، والنادي الصفاقسي ياخذ الأسبقية. يتحصل السويح في الدقيقة السادسة من هذه الحصة الثانية على كرة ثابتة وبذكاء كبير يتمكن من مغالطة الحارس والدفاع. شوفوا السويح أحسن التركيز وأحسن التصويب. سامي ترابلسي وتمشي كرة، والمحاصرة اسكندر السويح من نادي رفقية كبيرة ياسر، وتخرج الكرة لهادي الأجدل ويسدد والحارس. ولكن بعد ست دقائق فقط جاء حمول على إثر هذه الكرة الثابتة الدقيقة من اسكندر السويح يعدل النتيجة. دقيقة 79